تعرف انك كل اللي محتاجه من تمارين البطن الابر ابس هو التمرين ده، مش محتاج انك تتشقلب وتلعب مليون تمرين عشان تتمرن البطن بطريقه صحيحه. لو انت مبتدئ وما عندكش ادوات وهتتمرن في البيت ده هيكون انسب تمرين ليك. تمرين الكرانش يعتبر من التمرين اللي بتستهدف معايا ريكتس ابدومينس، وزي ما انت عارفيني دايما ببدا الفيديو بتشريح لكل عضلات البطن بتتكون من ريكتس ابدومينس واكسترنال اوبليكس وانترنال اوبليكس وترانسفيرس، وهشرح كل جزء على حده في الفيديوهات، فانتظر الجزئيه ديت وما تنساش اللايك عشان هيفيدك جدا جزئيه البطن. وللتركيز اكتر على الجزء العلوي او الريكتس ابدومينس كلها هنتمرن كرانش ولكن بالشكل ده، لان الجزء ده بيكون تركيزه على البطن اكتر من تشغيل اكتر من عضله سواء الهيب او الظهر، وكمان بيكون انسب ليك واصاباته قليله جدا. نوين از توب داون اكسرسايز، الاداء الصحيح. نام على ظهرك مع تاني الركبه ووضعيه ايدك ورا ظهرك، وزاويه رجلك بتكون 90 درجه بالشكل ده، ويا سلام بقى لو حطيت فوطه تحت اسفل ظهرك عشان تديك زياده معدل الحركه او فور رينج اوف موشن، انك تقدر تعمل مدى حركي كامل لعضلات البطن. انت مش محتاج انك تطلع للاخر بالشكل ده لان ده هيشغل عضلات اكتر زي الهيب. كل اللي عليك انك بترفع لوح الكتف من على الارض مع تاني العمود الفقري وتخرج النفس بتاعك للاخر لحد ما الهواء يطلع كله من بطنك، وتنزل وانت نازل خد النفس بتاعك كامل وكرر الحركه. بلاش تستخدم المومنتوم لرفع جسمك، يعني ان انت تعمل قوه دفع للجسم بتاعك، لان ده مش هيشغل الماسلز. حاول تركز وتعمل سكويز اب وتطلع النفس بتاعك وتنزل واحده واحده، وبكده تكون استهدفت البطن بطريقه صحيحه وبسيطه بدون ما تعمل مليون تمرين ليها. انتظروا باقي سلسله الظهر بالتشريح لكل عضله والاداء الصحيح، وما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل السوبر سيت لايك كومنت، مش خساره فيا.